مساء الخير، أهلا بيكو في تاني لايف on the Wednesday show Ask Your Coach. أنا اتبعت لي كذا topic علشان أتكلم فيهم، وأنا اخترت first come first serve. فأول topic طلب مني في اللايف اللي فات كان عن self image، وإزاي self image دي نابعة منين جوانا. ايه هي سيلف ايمج؟ احنا بنتولد واحنا اطفال صغيرين، بنبقى على طبيعتنا وعلى سجيتنا واللي حاسينه والاكسبيرينس اللي عايزين نعيشها بنعيشها بكل حريه وبكل طبيعيه. وبعد كده بنكبر سنه ورا سنه، بنتعلم ازاي نمشي، بنتعلم ازاي نتكلم، بنبتدي نتعلم الدوز اند دونتس، نعمل ايه وما نعملش ايه، نتكلم مع ده ازاي، ما نتكلمش مع ده ازاي، نتعامل ازاي مع الناس اللي حوالينا. وكل واحد على حسب الفاليوز بتاعت اهله والتقاليد بتاعتهم، وعلى حسب هو المنشأ بتاعه عامل ازاي، على حسب هو في مدرسة عاملة ازاي او في بيئة عاملة ازاي. وسنة ورا سنة بيتزرع جوانا، بيتبني جوانا layers and layers and layers في ازاي احنا المفروض نكون. وكل واحد فينا as we grow بيرسم لنفسه صورة، والصورة دي بتقعد تتغير كل ما يكبر. وانا تين ايجر، وبعد كده وانا في الجامعة، بقيت في الجامعة فلازم يبقى شكلي اكبر، لازم ابقى شكلي سيريس يمكن اكتر، او ابقى متفتحة اكتر، وابين ان انا عايزة اجرب حاجات. على حسب بقى البيئة اللي حواليا بغير انا السلف ايمج بتاعتي اللي انا رسمها لنفسي. بروح بطلع اشتغل على حسب الشركة اللي انا فيها، بتعلم تاني من الاول الدوز اند دونتس، لا ما تعليش صوتك، لا انت واحدة ست ما تتكلميش بالطريقة دي، لا في حاجات تعمليها وحاجات ما تعمليهاش. كل ما بنعدي بينا الوقت، كل ما انا السلف ايمج بتاعتي بتقعد تتحور وتتغير. وببقى دايما انا وانا نازله الصبح رسمه كده جوايا صوره، انا عايزه الناس تشوفني ازاي، ايه الماسك اللي انا عايزه البسه النهارده عشان الناس تشوفني بيه. وده ما هياش حاجه وحشه، بس هي في نفس الوقت بتعمل لود على البني ادم، وبيوصل لمرحله معينه في الميد لايف بتاعته ويبتدي يسال نفسه هو انا مين، هو انا عايز ايه، هو انا اصلا بعمل ايه هنا، طب انا الطريق اللي انا ماشي فيه ده صح ولا غلط، انا عايزه ولا مش عايزه. وبيبتدي مرحلة تانية ان هو الانسان يحاول ان هو يشيل من اللايرز ويشيل من الحاجات الكونديشنينج اللي اتعمل له في الاربعين سنة اللي فاتوا مثلا. يبتدي يحاول طول ما هو ماشي انه يرجع الطفل اللي جواه يطلع تاني، ويبقى على طبيعته ويبقى على سجيته ويبقى اللي حسه هو اللي بيقوله. وتلاقي ناس بيعملوا شيرينج بقى على السوشيال ميديا، انا وصلت لسن ان انا ما يهمنيش الناس تقول عليا ايه، وما يهمنيش اعمل اللي يعجب الناس، ويبتدي يحاول يتخلص من كل اللايرز دي علشان يحاول يوصل للطفل اللي جواه. فالصورة اللي احنا رسمينها دي هي صورة ممكن تكون عند ناس قريبة للحقيقة، وفي ناس بتبقى بعيدة وبتبقى مصطنعة. اللي بيخليها تبان أكتر مواقف معينة، السبكونشس بتاعنا بيبقى مزروع فيها حاجات بتخلينا نرياكت لمواقف في حياتنا تبين the true self. يعني أنا لو رسمة صورة إن أنا شخص مثلا جد جدا أو تفكيري معقد أو دي الصورة اللي أنا رسماها، وبعدين حصل موقف في ميتنج، موقف في شغل، حقيقتي هتبان. السبكونشس بتاعي هو الاوتو بايلوت بتاعي بيعمل رياكشنز انا ما بيبقاليش سيطره عليها. فلو ما بيبقى في جاب ما بين الايمج اللي انا رسمها وما بين الحقيقه اللي جوايا، الجابس دي مش دايما بنعرف نخبيها. وعشان كده ساعات تقعد مع حد يقول لك انا اتعرفت على فلان بس مش مريحني، مش حاسه ان هو اللي مبينه ده حقيقته، مش حاسه ان هو الاكتيفيتيز اللي بيعملها وبيروح الجيم الفلاني وبيقعد مع الجروب ده
مش حاسه ان دي طبيعته او دي حقيقته. ليه؟ لان هو من جواه هو مش الانسان ده، هو مثلا شخصيه بسيطه جدا وملوش في الرياضه اصلا، هو شخص غير مهتم بالرياضه من جواه، ولكن هو حط نفسه في اطار ان هو في مجتمع كده معين، دخل فيه جروب كل الناس دي بقى بتلعب رياضه وبتروح جيم معين او بتلعب رياضه معينه، فهو ابتدى يجوين وعايز يبان بقى ان هو مسيطر في الحته دي. ف في ناس بتعرف تقرا الجاب دي، في ناس بتعرف to see through you، بتعرف تشوف حقيقتك فين. And believe it or not، اول حد هيبقى بيعاني هو انت، لان دايما لما بنتفرج على الممثلين وهم بيتكلموا على الادوار اللي بيلعبوها يقولك انا تعبت قوي في الدور ده، لان هو بيجسد شخصيه مش شخصيته. طيب انا ليه دلوقتي عايزه اعيش حياتي الطبيعيه، اصحى كل يوم الصبح اجسد شخصيه مش بتاعتي؟ ما هو ده مرهق جدا بالنسبه لي. طب ما اسهل ان انا just be yourself، اعمل اللي انت حاسه، اعمل اللي انت عايزه، و believe it or not الناس هتحبك اكتر لما تبقى مفيش مسافه ما بين your true self والself image اللي انت رسمها او بتحاول ترسمها للمجتمع. وهتقدر تحقق حاجات كتيره قوي في حياتك، لان جزء كبير قوي من الانرجي بتاعتك مش هتبقى موجهه للبريتندينج ده، للفقرة التمثيلية. الانرجي بتاعتك هتبقى موجهة لحاجة عايز تحققها فعلا. طبعا التنفيذ في الحالة دي مش دايما بيبقى سهل، لان انا لو موجودة في مجتمع معين او في بيئة معينة او في شغل معين بيحتم عليا ان انا اظهر بايمج معينة وانا ايمج دي مش بتاعتي، فممكن ان انا لما ابتدي اعيش بطبيعتي يسبب لي مشاكل في الشغل او كومبليكيشنز، او ناس في مجتمع معين بتبقاش بتحبني لان ما بقتش كيوت ولا لطيفه، او ما بقتش كول، او مش اجتماعيه قوي زيهم، او 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 فده ممكن يسبب لي مشاكل. بس هي مساله برايورتيز، انا عايزه ايه في حياتي، انا عايزه اختار ايه. عايزه اختار ان انا اعيش على طبيعتي واعيش مرتاحه واعيش الترو مي، ولا انا عايزه فيت ان. لو انا عايزه ارتاح يبقى انا اخلي سيلف ايمج اللي انا ذا ايمج ذات ام بروجكتنج تو ذا وورلد هي الحاجه اللي انا حساها، والحاجه اللي هي فعلا ذات اي اون، اللي هي بتاعتي، اللي هي دايما لما بنروح نحضر كورسز ديب شويه يقول لك احسن حاجه انك تطلع تعيش زي الطفل اللي هو بيعيش كيريوس ومشاعره واضحة وحاسس بحاجة بيبينها، مش بيحب حد، مش بيتكلم معاه ولا يرضى يسلم عليه، عايز يجرب حاجة جديدة بيروح يجربها بالانرجي بتاعة الليرنر، عايز يتعلم وعايز يتبسط وبيكون مستمتع اكتر مننا بكتير. فاللي انا حاسة ان انا السؤال اللي انا سألته ده اجابته طلع الطفل اللي جواك، وحاول ان انت تنفض بقى كل الدوز اند دونتس واللايرز اللي اتحطت عليك في بيتك، شغلك، بيئتك المحيطة بيك وكل الناس اللي حواليك. طلع الطفل اللي جواك و just be yourself and enjoy yourself. طبعا easier said than done، لان ده بيحتاج very deep work على الconscious والsubconscious. خلينا نجرب، يعني ممكن حد لو حابب الكونسبت ده يجرب لمدة اسبوع ان هو يطلع شخصيته الحقيقية على الناس ويشوف الناس اللي حواليها تتقبله ازاي. انا تجاربي السابقة في الحالة دي لما بعمل كده الناس بتتقبلني اكتر من لما بحاول ابقى يعني سايبة مسافة او ببين حاجة مش فيا. لقيت ان الناس بتحبني اكتر او بتتقبلني اكتر، يعني بتحس انها حقيقيه اكتر. فخدوا هذه التجربه وشوفوا الناس اللي حواليكوا هيتفاعلوا معها ازاي. لو حسيتوا بصعوبات you can read about it، تقروا في الموضوع، في الف حد ممكن يساعدكوا علشان تتخلصوا من اللايرز دي كلها وتعملوا alignment للسلف ايمج مع your true self. Thank you good luck. وياريت لو اي حد خد التجربة يبقى يبعت شاركنا النتائج بتاعتها. انا I hope انها تبقى نتائج كويسة طبعا، مش حد يتضرب او حد يشتمه او كده. وبرضو لازم يعني
كده ديسكليمر في الاخر، لما تطلع حقيقتك يعني معناها ان انت تبين شخصيتك الحقيقيه، مش ان انت بس تشوف حد بتكرهه فتقوم قايله في وشه جاتك القرف مش طايقك يعني. لا برضو يعني في شويه كده بوليتكس نراعيها على قدر الامكان يعني. Thank you very much and have a beautiful week. Bye.